عليه وسلم مخففا وميسرا صلوا عليه، ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال مخففا وميسرا: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، لكن هذه الصخرات وقف وتنقل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصخرات يقف عليها الصادقون الذين يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وقيد أنملة بقيد أنملة، الذين يتبعون هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في عرفة يقف الجميع في صعيد واحد، فقال رسول الله: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له. كلهم في صعيد واحد وفي زمن واحد في يوم عرفة، لابد أن يشهدوا جزءا من النهار وجزءا من الليل ليغفر الله عز وجل لهم الذنوب، في صعيد واحد في زمان واحد. نبيهم صلوا عليه الذي أخذوا عنه مناسكهم واحد صلى الله عليه وسلم، يلبون ربا واحدا بنداء واحد، هذا النداء الذي تخشع معه القلوب وتزرف معه العيون الدموع: لبيك اللهم لبيك. باختلاف لهجاتهم واختلاف لغاتهم واختلاف ألسنتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. فينظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا، يباغي بهم ملائكته يقول: يا ملائكة انظروا، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يسألونني مغفرتي، أشهدكم لو كانت ذنوبهم مثل عدد قطر الأمطار أو عدد ورق الأشجار أو عدد حبات الرمال، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فإذا أفاضوا من عرفات قال الله: أفيدوا عبادي إلى مزدلفة، أفيدوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. تخيل، عشان وقفت هنا يوم عرفة وقلت: يا رب اغفر لفلان، ربنا يغفر له عشان خاطرك، طب انت لك ايه؟ قال رسول الله: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه. اسال الله بمنه وفضله كما من علينا بالوقوف بعرفة اليوم ان يمن علينا بالوقوف بعرفة في يوم عرفة، وأن يكتبنا فيه من الفائزين والفائزات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويجعل لنا به مغفرة وأجرا عظيما. يا رب من علينا وعلى كل مشتاق وعلى أمهاتنا وآبائنا وأحبتنا، اللهم إن الأنفس مشتاقة والقلوب تواقة، بلغنا عرفة يا رب يا سعام برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد. بارك الله فيك. ما اسمكم يا شيخ؟ محمد أبو زيد. من أين؟ مصر إن شاء الله. أنا من إندونيسيا. محمد زيني. أهلا وسهلا. بارك الله فيك.